بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بحب أشكر طبعا كل القائمين على العمل في الإسما لدعوتي النهاردة عشان أكون مع حضراتكم في الفورس انترناشنال إندو إسما كونفرنس. إن شاء الله المحاضرة بتاعتي عن الأبديتس إن أوستيوبوروزيس. إن شاء الله هنتكلم النهاردة الأجندة عن الـ Definition and Epidemiology of Osteoporosis, Pathophysiology, Diagnosis and Management. يعني ايه osteoporosis؟ Osteoporosis it's a low bone mass and microstructure deterioration of bone tissue that leads to increased bone fragility. او بمعنى اخر ان بيحصل عندي decrease للبون mass فيحصل thinning للبون زي ما احنا شايفين في الصوره كده. الاولانيه ده الهيلثي بون، ده الثانيه دي بتاعت الاوستيبوروتيك بون، ان بيحصل thinning للبون فالبون بيبقى مور فراجايل ويبقى مور لايبل ان يحصل فيه فراكتشر. طبعا الاوستيبوروتيك فراكتشر او الفراجيلتي فراكتشر دي responsible for significant reduction in the quality of life of the patients and increased social and economic burdens. طيب ايه هي انواع الاوستيبوروزيس؟ الاوستيبوروزيس دي مش حاجه، مش نوع واحد، هو في عندي 3 مين تايبس: البرايمري اوستيبوروزيس والسكندري والايديوباثيك. البرايمري اللي هو البوست مينوبوزال اوستيبوروزيس، ده اللي بيجي طبعا في الفيميلز بوست مينوبوزال، والسينايل اوستيبوروزيس ده اللي بيجي في الادلتس سواء ميلز او فيميلز نتيجه الانكريز ايج او الاولد ايج، وده تقريبا بيحصل في اراوند الايج اوف 70 ييرز. في الاوديوباثيك اوستيبوروزيس ده اللي بيحصل في بعض الاطفال، بنلاقي زي اللي هو الجوفينايل اوستيبوروزيس. وفي ثالث نوع اللي هو السكندري اللي هو بيبقى نتيجه كوز معين او سبب، اهمهم طبعا اللي بنشوفه كتير اللي هو الدراج انديوست. اكتر انواع الدراجز المشهوره ان هي بتعمل سكندري اوستيبوروزيس هي الاستيرويدز اللي بتعمل جلوكوكورتيكويد انديوست اوستيبوروزيس. في عندي كمان البروتون بامب انهبيتورز، الانتي ايبيليبتكس، الانتي كواجولانتس، دول كلهم ممكن يعملوا سكندري اوستيبوروزيس. في نوع تاني اللي هو النيوتريشنال نتيجه الباد دايتري هابتس، عدم يعني ان احنا البيشنتس بياخدوا كميات كافيه من الكالسيوم والفيتامين دي، او يحصل ستارفيشن او انوروكسيا. في برضه الرينال كوزز زي الهايبر باراثايرويديزم بون ديزيز والاوستيوماليشيا. في بعض انواع الجاسترو انتستينال ديزيز زي المال ابسوربشن سيندروم، الليفر ديزيز، الانفلاماتوري باول ديزيز. في اندوكرينولوجيكال زي الدايابيتس والهايبوجوناديزم والثايرويد والباراثايرويد ديزيزز. في بعض الايمونولوجيك ديزيز زي الانفلاماتوري ارثرايتس، اشهرهم طبعا الروماتويد ارثرايتس. في الاس ال اي والمالتيبل سكليروزس. في بعض انواع الانفكشن زي الاتش اي في والهيباتايتس برضه ممكن يعملوا سكندري اوستيوبوروزس. في المالجنسيز والهيماتولوجيك كوزز زي الانيمياز، بعض انواع الانيمياز، كل دول ممكن يعملوا سكندري اوستيوبوروزس. الاوستيوبوروزيس ده اتس ذا موست كومن ميتابوليك بون ديزيز في اليونايتد ستيتس. في تقريبا حوالي 10 مليون بيشنت دايجنوزد ييرلي بالاوستيوبوروزيس، وحوالي 43 مليون دايجنوزد بالستيت اللي هي الاوستيوبينيا. تقريبا 1.5 مليون من البيشنتس دول بيحصل لهم فراجيلتي فراكشر اتش يير، وطبعا ده رقم كبير جدا، وزي ما قلنا ان هو بيكاري يعني سيجنيفيكانت موربيديتي ومورتاليتي للبيشنتس. البريفالنس اوف اوستيوبوروزيس بيبقى سيجنيفيكانتلي اكتر في الومن 16.5%، اكتر من المن تقريبا 5.1%. ايه هي الريسك فاكتورز اوف اوستيوبوروزيس؟ انا عندي نوعين من انواع الريسك فاكتورز، في حاجات نون موديفايبل ما اقدرش اغيرها، وفي حاجات موديفايبل. النون موديفايبل اهمهم طبعا الايج، الادفانسنج ايج طبعا دي حاجه ما نقدرش نتحكم فيها، الفيميل جندر، الوايت والايشيان ريس، اللو بيك بون ماس، الفاميلي هيستوري اوف اوستيوبوروزيس، بعض العائلات بيبقى موضوع الاوستيوبوروزيس ده بيبقى فيها بوزيتيف فاميلي هيستوري، لو في بيرسونال هيستوري قبل كده في فراكشر، واللو بودي ماس اندكس. الحاجات اللي انا ممكن اغيرها زي السموكينج، الانادكوات كالسيوم انتيك، الانادكوات فيتامين دي انتيك، اللو بادي ويت، الاسترون ديفيشنسي، الهايبوجوناديزم والجلوكوكورتيكويد يوز، دول من الحاجات اللي انا ممكن طبعا اتحكم فيهم واغيرها. طيب ازاي بقى بيحصل الاوستيوبوروزيس او الباثوفيسيولوجي؟ احنا عندنا نورمالي في عندنا كونتينوس بون ريمودلينج بروسيس، في عندنا حاجه بون فورميشن وبون ريزوربشن، والمفروض ان البروسيس دي بتبقى بالانسد. والموضوع البون ريمودلنج ده حاجه اسمها اللي هي الاوستيوبلاست اوستيوكلاست كابلنج. الاوستيوكلاست دي السيلز، البون سيلز المسؤوله عن البون ريزوربشن، والاوستيوبلاست مسؤوله عن البون فورميشن. طول ما هما الاثنين ماشيين مع بعض بالانسد، البون ماس بتبقى نورمال.
امتى بقى يحصل اوستيوبوروزيس؟ لما يحصل امبالانس ما بين الاوستيوكلاستوجينيسيس والاوستيوبلاستوجينيسيس. طيب البون ميتابوليزم في البوست مينوبوزال وومن، وده اشهر نوع طبعا من انواع الاوستيوبوروزيس، ده بيبقى كاركترايزد بالهاي بون تيرن اوفر، يعني الاثنين بيبقوا زايدين، البون ريزوربشن والبون فورميشن. لكن لما البون ريزوربشن اكسيدز البون فورميشن يبدا يحصل ان نت ريزلت، يبقى فيه رابيد نت بون لوس، ويحصل طبعا الاوستيوبوروزيس. طيب ايه بقى المولكولر بيولوجي، يعني ازاي ده بيحصل؟ احنا قلنا احنا عندنا نوعين من اساسيين من الخلايا بتوعه البون، اللي هما الاوستيوبلاست والاوستيوكلاست. الاوستيوكلاست اللي هي مسؤوله عن البون ريزوربشن، اللي هي بتكسر البون، موجود عليها ريسبتور اسمه رانك، او الريسبتور اكتيفيتور اوف نيوكليير فاكتور كابا بيتا، اللي هي السيلز الاولانيه خالص في اخر السلايد. الاوستيوبلاست عليها الليجند اللي بيمسك في الرانك ده، اللي هي اسمه الرانك ال. لما بيحصل اتحاد ما بين الرانك والرانك ال يحصل اكتيفيشن للاوستيوكلاست ويحصل بوند ريزوربشن. طيب انا ناتشرالي عندي في الجسم في حاجه بتمنع ان يحصل الاتحاد ده، او بتعمل له كنترول، اللي هي الاو بي جي، اللي هو الـ في الاخر خالص تحت دي، اللي هو الاوستيوبروتوجيرين. ده موجود في الجسم طبيعي وبيمنع الاتحاد ده او بيعمل له كنترول زي ما احنا قلنا. طيب في حاله بقى البوست مينوبوزال اوستيوبروزيس، الاستروجين ديفيشنسي بيعمل ايه؟ بيخلي الرانك لايجند ده يزيد، وكذلك برضو بعض انواع الانفلاماتوري سايتوكاينز زي اللي بتظهر في حالات مثلا الروماتويد والاس ال اي، بتزود الرانك لايجند ده، فبيحصل الاكتيفيشن ما بين الرانك والرانك لايجند، فبيحصل الاوستيوكلاست اكتيفيشن، وده اللي بيعمل الاوستيوبوروزيس. طيب ازاي بقى اشخص اوستيوبوروزيس؟ اقول للعيان ده اوستيوبوروتيك ازاي؟ الدايجنوزيس بتاع الاوستيوبوروزيس بيعتمد على حاجتين. اول حاجه ان البيشنت يجي له فراجيلتي فراكشر، يعني مش اي فراكشر، لازم فراكشر نتيجه يكون حادثه بسيطه، وقع خبطه بسيطه فيحصل له فراكشر. الاكثر اماكن بيحصل فيها الفراجيلتي فراكشر هي السباين والهيب والريست والهيومرس والريبس والبلبس، او ان انا اعمل له ديكسا اللي هو الجيوال انرجي اكس راي ابزوربومتري، وده الجولد ستاندرد للدايجنوزيس في اوستيوبوروزيس، والاقي فيه التي سكور ده ايكوال او ليس ذان ماينس 2.5 ستاندرد ديفيشن. طيب ايه هو التي سكور ده؟ التي سكور ده ان انا ده حاجه بتتحسب ان انا بقارن ما بين البون مينرال دنسي بتاعه البيشنت وما بين النورمال ادلت، وبيتحسب الستاندرد ديفيشن البيشنت ده اقل او اعلى من النورمال ادلت. طيب انا لما بعمل ديكسا بلاقي عندي نوعين من الارقام، بلاقي في حاجه اسمها تي سكور وحاجه اسمها زد سكور. ايه هو بقى الزد سكور؟ الزد سكور ده ان انا بقارن ما بين البيشنت وما بين ايج اند جندر اند اسينستي ماتشد بوبوليشن. طيب انا امتى استخدم التي سكور والزد سكور؟ التي سكور ده اللي بشخص بيه الاوستيوبوروزيس في جميع الاحوال. استخدم الزد سكور ده في حالات مثلا زي الاطفال، لان انا ما اقدرش اقارن البون مينرال دنسي بتاع الطفل بحد نورمال ادلت، اكيد طبعا مش هيبقى اقل، فلازم بقارنه باللي زيه. فعشان كده هم بيحطوا الزد سكور في الريبورت بتاع الديكسا. ال WHO عملت كريتيريا للدياجنوزيس للاوستيوبوروزيس بناء على التي سكور. النورمال ان هو يكون مور ذان او ايكوال ماينس 1، الاوستيوبينيا ان هو يكون ما بين ماينس 1 وماينس 2.5، الاوستيوبوروزيس ان هو يكون ايكوال اور ليس ذان ماينس 2.5، السيفير اوستيوبوروزيس لو ايكوال او ليس ذان 2.5 ومعاه كمان فراكشر. في حاجه بقى حديثا حاجه اسمها الفراكشر ريسك اسيسمنت تول او الفراكس تول. مشكله التي سكور ان هو يعني انا ممكن مثلا عيان اقول عليه ان هو اوستيوبينيا التي سكور بتاعه ما بين ماينس 1 وماينس 2.5، بس العيان ده مثلا عنده روماتويد وبياخد استيرويدز وسموكر وعنده مثلا بوزيتيف فاميلي هيستوري ان هو العينه دي مثلا بيجي لهم في العيله عندهم فراكشر، هل ده يعني اقول عليه ان هو يعني ان هو مش هيحتاج علاج، او ان انا اساويه باي حد تاني ما عندوش ريسك فاكتورز دي؟ فلا طبعا. فهم وجدوا ان التي سكور لوحده مش كفايه ان انا اقدر اشخص بيه اوستيوبوروزيس عشان ان انا اخد عليه تريتمنت ديسيجن. فاتعمل الموديل ده اللي هو الفراكس تول، هو عباره عن 12 ايتم
including the age والجندر والweight وبعض الأسئلة زي السموكينج والستيرويد induced والروماتويد. البيشنت يعني بنملى له السكور ده وبنحط فيه برضه البون مينرال دنسيتي, وفي الآخر بيديني حاجة اسمها فراكتشر ريسك بروبابيليتي اندكس, يعني بيقول لي العيان ده في خلال 10 سنين قدام ايه هي البروبابيليتي ان هو يحصل له فراكتشر, سواء ميجر اوستيوبروتيك فراكتشر او يحصل له هي فراكتشر, وبيطلع لي ابسولوت نمبر, بيطلع لي رقم. بناء على الرقم ده اقول العيان ده فعلا معرض ان يحصل له كسر ولا لا, وبناء عليه اقدر اقول العيان ده محتاج تريتمنت ولا لا. ايه هي بقى الكلينيكال مانيفيستاشنز اوف اوستيوبروزيس؟ طبعا للاسف الاوستيوبروزيس هاز نو كلينيكال مانيفيستاشن, هو سايلنت ديزيز, يعني ما بيظهرش اي مانيفيستيشنز غير اول حاجه ان هو ممكن يحصل فراكتشر. قبل كده العيان شكله طبيعي عادي جدا, ما بيشتكيش من اي حاجه, مش شرط يكون عنده بين, مش شرط يكون عنده اي كومبلين, انسان طبيعي جدا. بس مثلا مع اي خبطه بسيطه او وقعه بسيطه الاقيه ان هو اتكسر. عشان كده مهم جدا ان احنا نشخص المرض ده قبل ما يحصل له اي مانيفيستيشنز, علشان طبعا البريفنشن للكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل. ايه هي انواع الفراكتشرز اللي ممكن تحصل؟ اشهرهم طبعا هي الفيرتيبرال فراكتشر, وده الموست كومن كلينيكال مانيفيستيشن اوف اوستيوبروزيس, وتقريبا برضو حوالي تلتين يعني بيرسنت من الفراكتشر دي بتبقى اسيمتوماتيك, ممكن نلاقيها كانسيدنتال فايندينج في الاكس راي, حتى ممكن يعني ما يبقاش العيان حاسس بيها. الاذر فراكتشرز اللي ممكن تحصل الهيب فراكتشر, ودي برضو كومن في الاوستيوبروزيس, افكتنج حوالي 15% من الومن و5% من المن باي ايج اوف 80 ييرز. في كمان الديستر ريديس فراكتشر اللي هي الكولز فراكتشر, والكولز فراكتشر دي مور كومن في الومن شورتلي افتر ميني بوز, والريسك اوف هيب فراكتشر ده بينكريز ويز انكريزنج ايج بتاع الومن. زي ما احنا شايفين في الاكس راي الاولانيه دي, ده شكل الهيب الفيرتيبرال فراكتشر, والثانيه دي بتاعه الهيب فراكتشر. ايه الاذر سيمتومز اللي ممكن العيان يشتكي منها؟ اللوس اوف هايت اوفر تايم, وده سيمتوم مهم قوي, ان العيان يبدا يشتكي ان هو هدومه بدات تطول عليه, حاسس ان الهدوم ما عادش عليه زي الاول, بيحس طبعا ان هو ايه بيقصر. ممكن في بعض الاحيان يحصل باك بين مع بعض الفراكتشر في الفرتبرا, او البوستر طبعا المشهوره قوي اللي هي الهانشت بوستر, العيان يبقى ماشي مكفي كده او متني نتيجه اللوس اوف هايت بتاع الفرتبري. لو جينا بعد كده بقى للمانجمنت, احنا عندنا في جنرال مانجمنت وفارماكولوجيكال مانجمنت. الجنرال مانجمنت ده لكل البيشنتس, كل البيشنتس لازم ياخدوا الجنرال مانجمنت ويعملوا الحاجات اللي احنا هنقول عليها دلوقتي, عن طريق طبعا الديكسا والفراكس سكور بقدر اسلكت مين هم البيشنتس اللي محتاجين فارماكولوجيكال مانجمنت. الفارماكولوجيكال مانجمنت دول نوعين, في ان انا ممكن ادي انتي ريزوربتيف, حاجات تمنع البون ريزوربشن, وان انا ادي حاجات انابوليكس تزود البون فورميشن. ايه هو الجنرال مانجمنت؟ اهمهم طبعا اللي هو الانكريزنج ويت بيرنج اند ماسل سترينث اكسرسايز, ده مهم جدا تو امبروف سترينث بوتشر اند بالانس ويتش مي ريديوس فولز ريسك. عشان كده كمان يعني مهم قوي حتى ان احنا نشجع العيانين ان هو يمشي في الشمس في الفتره اللي هي بتاعه الشمس ما تبقاش قويه قوي, لو مشي في اليوم مثلا تل ساعه نص ساعه, ده في حد ذاته اكسرسايز كويس للماسلز بتاعته علشان اقويها, ان انا حتى ان هو ما يحصلوش فول ريسك. طبعا لو قدرت اعمل سترينثنج اكسرسايز للماسلز ده طبعا هيبقى كويس جدا. طبعا انشور اوبتيمم كالسيوم اند فيتامين دي انتيك وبالانس الدايت, ستوب سموكينج للناس السموكرز, ليميتنج الكحول كونسومشن, والاخيره دي اللي هي ريموفينج بوتنشال ريسك فاكتورز تو افويد فولز, ده مهم جدا جدا. يعني مثلا السجاجيد في الارض اللي هي ممكن يبقى طرفها متني, الحاجات اللي ممكن تكعبل البيشنتس دول بالذات, ان هم طبعا زي ما قلنا اغلبهم بيبقى اولد ايج, ممكن يبقى الفيجن عندهم ما هياش قويه, ما يبقوش شايفين كويس قدامهم, فلو في اي حاجه في طريقهم ان انا احاول ان انا ابعد اي حاجه ممكن توقعهم, ممكن اديهم ايدز يمسكوها في ايدهم وهم ماشيين عشان برضو ما يقعوش, الووكينج ايدز والحاجات دي. يعني البريفنشن طبعا مهم جدا قبل ما يحصل الفراكتشر. طيب لو جينا بعد كده بقى للفارماكولوجيكال ثيرابي, الناشونال اوستيوبروزيس فاونديشن هي حاطه ريكومنديشنز معينه مين هم البيشنتس اللي اقدر اعمل لهم سيلكشن ان هم ياخدوا فارماكولوجيك تريتمنت. هي قالت ان هم الفارماكولوجيك تريتمنت ده للبوست مينوبوزال وومن او المن الايجد 15 ييرز اور اولدر, وعندهم حاجه من الثلاث حاجات دول, يا اما البيشنت يكون جاي لي بفراجيتي فراكشر, ده اول مره جاي بالبرزنتيشن بتاعه بفراكشر هيب او ريفرتبرال فراكشر,
سواء الفراكشر ده كان كلينيكال او كان سايلنت مجرد ان انا شفته بس في الاكس راي, او ان هو يكون عنده تي سكور ماينس 2.5 اور ليس زي ما قلنا, وده اللي هو بيعمل دياجنوزس للاوستيوبوروزيس. الفراكشر ده ممكن يبقى في الفيمورال نيك او الهيب, التي سكور ده ماينس 2.5 يبقى عند الفيمورال نيك او الهيب او السباين, او الراديوس يبقى فيه 33% ريدكشن في التي سكور بتاع الراديوس, او ان العيان يكون عنده لو بون ماس اللي هو يكون ما بين ماينس 1 وماينس 2.5, بس يكون عملنا له الفراكس سكور بتاعه طلع 3% او اكتر بالنسبه للهيب, و20% او اكتر بالنسبه للميجر اوستيوبروتيك فراكشر. الفارماكولوجيك ثيرابي مهم جدا طبعا, احنا زي ما قلنا ناخد كالسيوم وفيتامين دي, وقلنا ان هما تو جروبس, الحاجات الانتي ريزوربتيف زي البيسفوسفونيدز والسلكتيف استروجين ريسبتور موديليتور والهرمون ريبليسمنت ثيرابي والدينوسوماب, والحاجات الاستيميليت بون فورميشن زي التيراباراتايد والروموزوماب. البيسفوسفونيدز ده دول الفيرست لاين ثيرابي, في الاف دي ابروفد ثلاث انواع اللي هم الاندرونيت والريزيدرونيت والليباندرونيت. الاندرونيت والريزيدرونيت دول ممكن يتاخدوا ديلي او وانس ويكلي, الليباندرونيت ده بيتاخد وانس مانثلي. لو العيان عنده كونترا انديكيتد ان هو ياخد الاورال, في الانترافينس اللي هو الزيلودرونيك اسيد. البيشنتس اللي بياخدوا بيسفوسفونيدز لازم اديهم طبعا ميه كتير, يشرب ميه كتير مع الدواء, ويقعد 30 دقيقه ما ينامش على ظهره عشان ما يحصلش اسوفيجيال انجري. تاني حاجه اللي هو الرالوكسيفين او السلكتيف استروجين ريسبتور موديوليتور, ده بيشتغل زي الاستروجين بس سلكتيف, بيتاخد وانس ديلي, الدوز بتاعته 60 ملي جرام, وده ما اقدرش اديه في البيشنتس الصغيرين اللي هم عندهم تشايلد بيرنج بوتنشال او اللي عندهم يوترين بليدنج او هيستوري للفينس ثرومبو امبوليزم. في بعد كده الهرمون ريبليسمنت ثيرابي, ده يعني البيشنت اللي يعني البروفايل اللي ممكن ياخدوه لو بوست مينوبوزال بس يبقى اقل من 60 سنه, والمينوبوز يبقى ريسنتلي بقاله اقل من 10 سنين, وما يكون عندهم لو بيز بروفايل الادفيرس ايفنتس اللي هي الثرومبو امبوليك ايفنتس والستروكس. الدينوسوماب ده رانك ال انهيبيتور اللي احنا اتكلمنا عليه, ده بيتاخد وانس افري 6 ويكس, بتاخد سبكيتينيوس انجكشن 60 مللي سبكيتينيوس, ممكن يحصل منه بعض الانفكشن والديرماتايتس والاوستيونيكروزيس اوف ذا جو. دي الموست كومن, يعني دي السايد افكتس اللي ممكن تحصل معاه, بس مش كومن. يعني الانابوليك دراجز زي التيراباراتايد ده اللي هو السينثيتك ريكومبيننت باراثايرويد هرمون, وده ممكن اديه في الميلز والفيميلز, ده ابروفد في الاثنين في البوست مينوبوزال فيميلز وفي الميلز. هو بس مشكلته ان هو فيه ان انا ما اقدرش اديه اكتر من سنتين, وبيتاخد سبكيتينيوس ديلي, ومشكلته برضو ان هو فيه بلاك بوكس وورنينج للاوستيوساركومز. احدث حاجه واخر دواء اللي هو الروموسوزوماب, وده الايفينيتي, وده فعلا وده خلاص نزل وبقى افيلابل. ده برضو بيشتغل ديوال اكشن انابوليك وانتي ريزوربتيف, بيتاخد سبكيوتينيوس وانس بير مانث, بتاخد تو انجكشنز مع بعض كل واحده فيهم اللي هي 105 ملي جرام, يعني الدوز بتاعته بتبقى 210. ده لسه مش ابروفد في الميلز, بتاخد في الفيميلز بس. وطبعا كل الادويه اللي قلنا عليها دي كلهم لازم قبل ما اديها لازم ابقى متاكده ان مفيش لا هايبوكالسيميا ولا فيتامين دي ديفيشنسي. السمري الاوستيوبوروزيس ده مالتي فاكتوريال سكليتال ديزيز ذات ليدز تو انكريز ذا فراكتشر ريسك, هو سايلنت ديزيز بيحصل نتيجه الامبالانس ما بين الاوستيوكلاستوجينيسيس والاوستيوبلاستوجينيسيس. الديكسا ده الجولد ستاندرد للدياجنوزيس, الفراكس ده عشان اقدر احدد الاوستيوبوروتيك ريسك اسسمنت, الفارماكولوجيكال تريتمنت يا اما انتي ريزوربتيف يا اما انابوليك بس. ثانك يو. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور سامح.